اه هتدوش. اللي بده يروح على جنايات عرفت؟ ايوه بس الساعة بترجعوا هون بتقول لك يا حزيان بس هم ينعقدوا عم تعملوا مقابلة ولا لسه؟ روسيا هي تتبنى وفد النظام والولايات المتحدة تتبنى وفد المعارضة. لابد للسوريين أن يكون لهم وفد. هذين الوفدين لا يمثلون السوريين إطلاقا، لا النظام ولا المعارضة، لا يمثلهم ولا يعبرون عن مصالح السوريين. فهذين الطرفين ومن وراءهما روسيا والولايات المتحدة سيذهبون إلى محاصصاتهم في الحكومة القادمة وليس حفاظا على مصالح السوريين. نظام فاشي انتصر ليس بقوة الإيديولوجيا وحزب البعث، أهم أسبابها هو الأزمة السورية. لكن بعد شوي من الأبعد نحن لا نقبل أن تسلم السلطات السورية في مؤتمر دولي، ولكن يجب وضع الآليات لإنتاج سلطة يمكن يعني يشعر بها جميع السوريين أنهم مشاركون بها، وهذا ما ينص عليه اتفاق جنيف واحد. نسعى لإنجاح أي نتائج لجنيف، وأظن أنه لن يعقد جنيف 2 من دون إيران، لأن على جنيف 2 هو اتفاق كافة الأطراف على تعهدات ما يكونوا قد اتفقوا عليها. فإن كان هناك طرف خارج جنيف 2 فهو ليس ملزما بتنفيذ هذه الاتفاقات. ما بيسوي أي شيء، سلم سلاحك، سلم اسمك، مو بس سلم سلاحك، يعني هذا كله. أنا كنت متوقع وقلت هذا الكلام من زمن، متوقع. لا، لست متفائلا الآن لأني لا أرى أطرافا تحمي المصالح السورية ولا أرى أطرافا سورية تتمسك بمصالحها وبإرادتها. سورية من 5 أشخاص إلى 200 شخص إلى 1000 شخص موجودين حاليا ظاهرة قدام الكل بالداخل والخارج في جنيف، وجنيف مكوناته القوى المؤثرة في نظر الدرجات ووضع الحالي ما يخص من تمثيل ادعاء تمثيل شرعي ووعي للشعب السوري، بعض المسلحة كر وفر الحدود وهمية، والحقيقة الوحيدة التي نستفيد منها ونحن مجمعين عليها لا خيار عسكري يمكن الرجع، لا يمكن أن نحسم عسكري. مجموعات التطوعية مثل المجتمع الأهلي بسوريا شمعت أنه تكون تحت هذا الهدف الواحد اللي هو إلى متى صمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في عدن العمالية وفي سوريا بشكل عام. شكرا شباب. ونحن ضد أي همجية صهيونية بأداة وهابية، نعي ما يحصل تماما، وكل هالشي اللي عم يساووه عم يزيدنا صمود وعم يزيدنا عزيمة انه نوقف ونقول هاي سوريا لا يمكن تجاوز صورة مهما كان الأسباب.